بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حصة مخصصة 100% للسنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. كيف نبين بطبيعة الحال باستعمال التعريف نهاية متتالية عددية ونهاية أيضا دالة عددية؟ إذا نبتدئ على بركة الله بالتمرين رقم 1. بين مستعملا تعريف أن ليميت UN عندما ان يؤول الى زائد ما لا يساوي 2، حيث ان معرفه بحدها العام ان تساوي 2n على ان زائد 1 ما يكون ان فيها. اذا اول ما نقوم به بطبيعه الحال التذكير. اذا ليميت ان بطبيعه الحال عندما ان يؤول الى تساوي ال عدد حقيقي وكافي ما يكون ابسيلون موجب قطعا، توجد رتبة معينة أن عدد صحيح طبيعي أن، بحيث إذا كان أن أكبر من أن هذا يستلزم أن أن ناقص ال أصغر من إبسلون. إذا يجب تذكر التعريف جيدا. إذا الطريقة ننطلق من إبسلون اعتباطي، إذا ليكون إبسلون عدد موجب قطعا، نبحث بطبيعة الحال عن رتبة N أي عن عدد صحيح طبيعي N من N يحقق ما. إذا كان N أكبر من هذه الرتبة فهذا يستلزم حتما أن جميع الحدود فهي تنتمي إلى المجال L-إبسلون، وهو ما نعبر عنه بالقيمة المطلقة UN-L strictement inférieur à إبسلون. الطريقة تقتضي بطبيعة الحال، إذا دائما نبدأ بالقيمة المطلقة ل UN ناقص L. بطبيعة الحال لدينا L تساوي 2، إذا ننطلق من القيمة المطلقة ل UN ناقص 2 تساوي، نعوض UN بحدها العام، إذا 2N على N زائد 1 ناقص 2. نقوم بتوحيد المقام 2N ناقص 2N ناقص 2 على N زائد 1. بطبيعة الحال هناك لدينا اختزال، وباستعمال القيمة المطلقة ل أ ب تساوي قيمة مطلقة ل أ على قيمة مطلقة ل ب، قيمة مطلقة ل ناقص 2 N زائد 1 موجب N زائد 1. بمجرد حساب القيمة المطلقة ل N ناقص 2، إذا نطبق بطبيعة الحال المنطق. إذا نريد أن يكون لدينا N ناقص 2 أصغر من إبسلون، بما أن القيمة المطلقة ل N ناقص 2 إذا تساوي 2 على N زائد 1، إذا يكفي أن يكون لدينا 2 على N زائد 1 أصغر من إبسلون. إذا UN ناقص 2 يكون أصغر قطعا من إبسلون، يكافئ، أعوض القيمة المطلقة بالقيمة السابقة. دائما باستعمال التكافؤات المتتالية نمر إلى المقلوب بطبيعة الحال. عندما نمر إلى المقلوب تقلب المتفاوتة. إذا N زائد 1 على 2 أكبر من 1 على إبسلون، ثم نضرب الطرفين في 2 فنجد N زائد 1 أكبر من 2 على إبسلون، ثم نقوم بتمرير العدد 1. إذا N أكبر من 2 على إبسلون ناقص 1. إذا هنا انطلاقا من هذه المحطة الأخيرة، إذا نستطيع بكل بساطة إذا تحديد عدد N رتبة من N أي عدد صحيح طبيعي يحقق. كيف ذلك؟ إذا نضع العدد مثلا X كبيرة، إذا سنستعمل بعض الخاصيات البسيطة جدا التي رأينا في القيمة المطلقة. نعلم أن من خلال القيمة المطلقة أن كل عدد فهو أصغر من أو تساوي قيمته المطلقة، والقيمة المطلقة لإكس بدويها أصغر من، إذا نطبق ما رأيناه في دالة الجزء الصحيح، إذا أصغر من الجزء الصحيح للقيمة المطلقة لإكس زائد 1. لماذا؟ لأن رأينا لكل إكس من R بطبيعة الحال، إذا دائما إذا لدينا إكس أصغر من جزئه الصحيح زائد 1. وبطبيعة الحال سنأخذ العدد الصحيح الطبيعي، سنأخذه الجزء الصحيح للقيمة المطلقة لإكس زائد 1. إذا نأخذ n تساوي الجزء الصحيح للقيمة المطلقة ل x بطبيعة الحال زائد 1، فهو يحقق الخاصية والتي بطبيعة الحال إذا كتبنا، إذا قمنا بتصوير يعني بمجرد أن يكون أكبر من أو يساوي n يجب أن نجد بأن ناقص 2 أصغر من السين. لنتحقق من ذلك، لنبين أو لنتأكد من أن إذا كان n أكبر من n كبيرة فهذا يستلزم حتما بأن ناقص 2 أصغر من إبسلون. n أكبر من n هذا يستلزم ماذا؟ أن n أكبر من أو تساوي الجزء الصحيح للقيمة المطلقة لكرونت إكس زائد 1، وبما أن الجزء الصحيح للقيمة المطلقة لإكس زائد 1 أكبر بدوره من القيمة المطلقة لإكس، إذن سيكون لدينا n أكبر من القيمة المطلقة لإكس، والقيمة المطلقة لإكس بدوره أكبر من إكس، إذن هذا يستلزم أن n أكبر من أو تساوي كرونت إكس. وبفضل التكافؤات السابقة إذن نقوم بالصعود إلى المحطة الأخرى. إذا كان n أكبر من جرانت إكس فهذا يستلزم n زائد 1، إذن فهذا يستلزم أن n زائد 1 أكبر من 2 على إبسلون، بدوره يستلزم n زائد 1 على 2 أكبر من 1 على إبسلون، بدوره يستلزم أن 2 على n زائد 1 صار من إبسلون، بدوره يستلزم أن القيمة المطلقة لإن ناقص 2 أصغر من إبسلون. وبطبيعة الحال هذا يكافئ أن ليميت بأن باستعمال التعريف لما أن يعلو بليس فيه تساوي العدد 2. إذن بهذا نكون قد أنهينا التمرين رقم 1. كونوا في الموعد مع التمرين رقم 2 بطبيعة الحال. إذن لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة محتوياتها. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بالتوفيق إن شاء الله.